انا قلت حاله العوز والفقر، وكنت دايما بطرح الطرح ده، قول دوله زي مصر فيها 100 مليون، تفتكروا حجم المال اللي المفروض ان ينفق عليها كام؟ الدكتور مصطفى بيقول 21000 فصل، وانا بقول لكم هم 60000 فصل. هم كام؟ 60000 فصل مش 21000. احنا بنعمل 21 لان احنا ما عندناش نقدر نعمل اكتر من 21. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، لكن هم عايزين يبقى كام؟ 60000 فصل كل سنه، 60000 فصل كل سنه. وزير الصحه موجود، حجم الاسره اللي موجود في مصر يساوي 50% من المطلوب، مش كده ولا ايه؟ كم؟ 50% من المطلوب، يعني لسه قد المستشفيات اللي موجوده ديت قدهم. ايوه. طب ما عملتش ليه؟ ما اقدرش. ده اللي انتوا عايزين تعرفوه احنا كمصريين، وان عشان يتعمل كان لابد ان يبقى فيه جهد وتضحيه. كان دايما التحدي اللي موجود حجم الاطروحات والحلول المطروحه فيه اقل من حجم التحدي. يعني انت قدامك تحدي، انا هقولها انا بكلم المصريين البسط، في كل اسره عندها حاله ثانويه عامه او حاله زواج بنت، الناس البسط بتوعنا يعني مش الناس الغنيه، بيروحوا عاملين حسابهم خلال السنتين او السنه اللي هيتم فيها حشد القوى بيتنازلوا عن بعض المطالب من اجل دعم نجاح البنت او الابن في مساره في الثانويه العامه، وينزلوا مع المركز ويقعدوا جنب منه ويذاكروا له ويعملوا له عشان يعدي. نفس الكلام بيعملوه للبنت اللي هتتجوز وظروفهم صعبه، بيتنازلوا عن حاجات كتير قوي عشان يقدروا يعملوا ده. انا بتكلم عن الكتله الغالبه في مصر. هي الكتله الغالبه في مصر هي الكتله الغنيه؟ لا، الكتله الغالبه في مصر مش الكتله الغنيه، وده امر ما تغيرش من سنين طويله ولن يتغير الا بعمل وتضحيه مستمره وفهم. فانا بتكلم لما اقول النقطه ديت بقول ان الناس مش ما كانتش مستحمله وما زالت انها تقدم تضحيات في ضوء حاله الفقر والعوز اللي عايشه فيه بقالها سنين. بس انا عايز اسالكم سؤال، في اب جه لابنه او لاولاده الاربعه خمسه اللي جابهم قال له ما تزعلش مني انا جبت اربعه وانا مش قادر اصرف عليهم، ولا بيقول له الدوله مش قادره تاكلك؟ بيقول له ايه؟ بيقول له انا كنت بحب العيال الكتير فانا عشان كده جبت فسامحني، ولا بيقول له البلد دي مش نافعه قوم هدها قوم ايه؟ حتى مسلسلاتنا حتى الميديا بتاعتنا كانت بتتناقش مع الموضوع دوت، الموضوع اللي هو ايه؟ ان مخليين، انا قلت الكلام ده قبل كده، الدوله خصم، الدوله خصم في مواجهه التحديات اللي بتقابلها. ما حدش قال ابدا ان قدره الدوله المصريه بمواردها لا تستطيع ان لا تستطيع ان تلبي ده. واحد يقول لي ايه؟ طب ما اللي انت قاعد فيه ده ايه؟ والمعصم اللي انتوا بتعملوها دي بتعملوها ايه؟ شوفوا احنا انت يعني الكلام جاي، احنا عملنا مسارات ذات فكر لتجاوز المشكله اللي عندنا اللي هو محدوديه القدرات بالافكار. يعني انا عندي مشكله في النظام الصحي في مصر وما استهدف الفيروس سي، بس عندي مشكله في النظام الصحي في مصر لسه النظام ما بيش قادر على انه يستوعب ويدي كفاءه اداء جيد جدا في الخدمة الطبية، أو ما استهدف قوائم الانتظار. استهدف قوائم إيه؟ في الثلاث سنين اللي فاتوا دول 1.4 مليون، 1.4 مليون حالة يعني علاج لأمراض أو لجراحات متقدمة جدا. لأن أنا في الاستهداف اللي هي اللي حول كان مسارنا في الحركة كان إيه؟ إن الاستهداف كان الهدف منه إن أنا استهدف حاجة بعينها وأخلصها. أنا عايز أقول لكم في الأربعين مدينة اللي اتكلم عليهم الدكتور مصطفى دول ضافوا لرصيد الدولة المصرية مش أقل من 10 تريليون جنيه في أصولها. وأنا مستعد إن يبقى في لجان تتشكل وتدرس اللي أنا بقول عليه ده
بكل شفافية ضافت مش أقل من 10 تريليون جنيه أرصدة للدولة المصرية، مش لحد تاني.